فصل. الكتل السياسية السنية الآن في صراع كبير داخل الكتل السياسية السنية من كل الأطراف، التقدم، السيادة، حسم، عزم، كل يريد يأخذ هو المنصب. لكن يعني اليوم خلينا أولا، هو يأتي من المكون السني، رئيس مجلس النواب سيأتي من المكون السني. على القوى السياسية أن تغلب مصلحة البلد على المصالح الحزبية، وإلا لن نصل إلى حل. قوى الإطار للأمانة لحد الآن ملتزمة الصمت، لن تقحم نفسها في صراع هي في غنى عنه، لم تحسب على طرف، لا ويا تقدم ولا ويا السيادة ولا ويا عزم ولا ويا حسن. تفضلوا أنتوا احسموا أمركم وتعالونا بالبرلمان. صح. الآن هم بالبداية في جلسة اللي كانت الأربعاء الماضي الأربعاء، كانت تلك الجلسة يعني وصلوا إلى مراحل أنه يقدمون 5 إلى 6 شخصيات. هاي حتى على هاي الخمس شخصيات هم كلهم من نفس الدائرة، يعني حتى ما إجا كان من ضمن المحسوبين السيد محمود المشهداني، كان من تقدم والسيادة. السيد سالم العيساوي والسيد شعلان الكريم وبعض الشخصيات، مزاحم الخياط أبو الموصل وبعض الشخصيات لم يحضرني اسمهم. على هاي الأسماء طبوا إلى البرلمان واختاروا شخصية، انطوا مجال للنواب حتى على هاي طلبوا من الإطار ومن الكتل السياسية الكردية. ربما يكون اتفاق جديد بين تقدم والإطار على اختيار رئيس البرلمان. لا لا لا، يعني هو أكيد هم لازم يختارون مع الإطار، لأنه الإطار التنسيقي يملك الأغلبية، 180 نائب. هم لو إذا يريدون الإطار التنسيقي يعقد جلسة حتى لا يقحم نفسه بهاي مشكلة، هو يقدر واحد يحقق نصاب، يجيب مثلا أي كتلة، يجيب كتلة عزم أو يجيب كتلة السيادة أو يجيب، يقدر يدخل جلسة. لكن هم ما يريد يقحمون نفسهم وهذا إذا ما هاي رسالة من خلال قناتكم، يجب أن يحسم هذا الأمر بسرعة. هذه له انعكاسات كبيرة على الشارع العراقي.